12 تمشت كثير كان حاسه وصادم مره ماشي بالشارع وشخص عم يقطع الشارع فجاه الشخص بيوقع بتطلع صوت رصاصه وحده يعني الزلمه انقنص وكان يحرك ايده طالع بالعون بيركض شخص ثاني ليساعده بسرعه مشان يقدر يسحبه وينقذ روحه وللاسف الشخص الثاني كمان بينقنص فصرت افكر بحل انه انا كيف فيني انقذ الروح البشريه وما تتعرض روح ثاني للخطر عملنا روبوت هو عبارة عن ملقط وسيارة تحكم من بعد بترول عند المصاب تربط الملقط بإجره وإلى حبل مشان أقدر أسحب المصاب لمنطقة أمنة بدون ما أعرض حياة تانية للخطر طبعا كان عمري 15 سنة وقت عملت هالشيء جوز تقول صغير كيف طلع معه هيك طبعا العمر ما نقيد لأنه حاجز يقدر يوقفني أن أفكر بطريقة مختلفة هي شغلات بسيطة طبقت بأمور بسيطة لحتى ينتج عنا اختراع هو اللي يحفظ اهم شيء بهالدنيا اللي هي الروح البشريه طبعا الشغله ما اجت هيك فجاه والموضوع ما نجح فجاه الشغله بلشت من الصغر وقت كنت صغير كنت مثل كثير غيري عصبي كثير وعندي طاقه زايده كثير عم فرغها بشكل خاطئ كان كل يوم خميس ارجع على البيت على بكير مشان اتفرج على المصارعه الحره واتعلم حركات جديده منها روح على المدرسه اقضي الاسبوع كله عم جرب الحركات على القهوه ما بس هيك حتى انساتي حتى ما كنت فوت على الصف غير من الشباك طبعا كان في مدرستي دورات روبوت بنعمل بعد الدوام شغله 3-4 ساعات كل النهار فسجلوني اهلي بدوره روبوت وبلش مع عالم رفقاتي كل واحد شخصيته شكل هذا الرايق هذا العصبي هذا المانو هون ابدا وهذا الهم بس بطنه بلشنا بقطع صغيره نركبه فوق بعضها لحتى يصير عندنا تكوين معين طورت الامور معنا كمان شوي لحتى صار عندنا ميكانيزمات معينه مثل الرافعه او قطار او غيره بستخدم فيهم ميتر واحد ردت طورت الامور معنا حتى صار عندنا شيء ميكانيزمات رهيبه مثل حساسات صار مصطلحات جديده حساسات متحكمات مدخلات ومخرجات وضلينا عم نطور حالنا ل 2009 2009 كانت نقطه فاصله صار فينا نشارك بالمعرض بالبطوله العربيه للروبوت البطولة العربية للروبوت هي بطولة أساسية بطولتين لاحقات عنا البطولة الأساسية ما قدرنا نشارك فيها لأن عمرنا ما كان بيسمح لنا المشاركة فيها فضل عنا خيارين يا يعني نشارك بالبطولة اللي بعمرنا اللي كنا نحن كتير مشتغلين فيها من قبل وبدنا شيء أقوى مشان نحن أقوى وفي البطولة المفتوحة البطولة المفتوحة هي كانت لكل الأعمار ما أنا محددة بعمر وغالبية اللي كانوا يشاركوا فيها هن عالم اختصاصيين دكاترة جامعة فشاركنا بالبطولة المفتوحة مبدأ انه كل واحد بيخترع شيء من عنده بيطلع بيشارك فيه فاخترعنا احنا آلة مؤتمتة تصح وراء الأسئلة نفس بالجامعة بس اللي بيميزها انه هي احد اعد ورقة الـA4 بينما بالجامعة تقريبا حجمها بحجم غرفتين وشاركنا فيها بالمعرض والحمد لله اخذنا كأس الأحسن برمج على الوطن العربي من اول مشاركة لنا ومستويات اللي كانت مشاركة كثير عالية بما فيها دكاترة جامعة وعالم اختصاصيين بهالقصة. بال 2010 صار يحق لنا نشارك بالبطولة النظامية وفريقنا كان مكون من 6 أشخاص. البطولة النظامية كانت هي إلى مبدأ هن كل سنة بيطرحوا موضوع معين وأنا لازم لاقي حل ذكي لهذا الموضوع. الموضوع كان سنة 2010 هو عبارة عن المشاكل المرورية. نحن لازم نلاقي حل للمشاكل المرورية يكون ذكي. فقعدنا نحط أفكار 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 لحتى طلعت معنا فكرة كثير عظيمة. هي المطب الوهمي. المطب الوهمي هو عبارة عن مطب بس ما موجود فيزيائيا هو عبارة عن رادارين مثل ما شايفين ومركز تحكم لاسلكي أنا مثلا عندي مدرسة بحط رادار قبل المدرسة ورادار بعد المدرسة وبكل سيارة بركب جهاز له IP محدد على الفرام مرقت السيارة من أبي المدرسة أراها أول رادار بعت رسالة لمركز التحكم إنه هاي السيارة مرقت من عندي وسرعتها مثلا 100 المركز بيبعث رسالة للجهاز اللي انا مركبه اللي له IP محدد انه خفف السرعة بمقدار مثلا 20% لترجع السرعة لل 60 مثلا او 40 او القيمة اللي بدنا اياها وثبت السرعة على هذا الشيء وبضل مثبت السرعة بدون تحكم السائق ليقطع المدرسة قطع المدرسة قرار رادار ثاني انعادت نفس القصة لحتى يفك الفرام وترجع التحكم بايد السائق طبعا هو له ميزتين اساسيات اول ميزه انه انا فيني اركبه وين ما كان ثاني ميزه هي الاهم انه انا فيني اشغله واطفيه مثل ما بدي دوام المدرسه عندي اياه بفوت الطلاب من الساعه 7 للساعه 8 انا بعد ما لازم ليش اخلي مطب
فخلص طفي كأنه ما في مطر. طيب رأيكم إبداع والاختراع واقف على عمر معين؟ من التجارب اللي عشناها لقينا إنه إبداع والاختراع ما واقف على عمر معين ولا ظرف معين ولا شخصية معينة. بما أنه كنا نحن بالمطب شاركنا فيه بالبطولة العربية طلعنا الأول على الوطن العربي وطلعنا على المسابقة العالمية على تركيا كممثل للوطن العربي والحمد لله كانت نتائجنا كتير منيحة. طلعنا أحسن من كوريا، أحسن من فرنسا، أحسن من الصين. فهو لا متعلق بظرف ولا متعلق بمكان ولا متعلق بعمر أبدا. بعرف شخص عمره 65 سنة صار يفكر أنه أنا شو فيني أعمل شيء يفيد العالم للضرر ونتيجة الحرب. فطلعنا وحل للعالم مضر نتيجة إصابات الحرب الصاير معنا شغل رباعي ونسبته كتير عالي بالبلد. وصل آخر شيء الاختراع هو جسر متحرك على كهرباء. بس بما أن زي ما شغل رباعي شلون فيني سوقه؟ عمل التحكم فيه بإيماءات الرأس. هاي شغلة مشكلة كانت كتير عظيمة عنده إنه هو يقدر يطلع يتفدى لوحده، هاي كانت شبه مستحيلة عنده، لازم يكون حد معه. فشيء حل المشكلة كتير كبيرة بالبلد وهي كلها فكرة بسيطة. بالمناسبة أنا طالب سنين رابع عمارة، أنا دراستي ما لها علاقة بالروبوت أبداً، لا من قريب ولا من بعيد. بس شغفي الأول هو للروبوت، وهوايتي من وقت صغير العمارة. بس الروبوت فيه شغلة مميزة كتير حلوة، إنه أنا فيني أقدم جو حي الله شيء. غالباً الشغلات اللي بقدر طورها من غير اختصاص إلها علاقة بالروبوت، فهو لازم له تقريباً كل شيء. بالإضافة لشغلي بالإضافة لدراستي كعمارة أنا بشتغل حالياً كمسعف. وهذا المجال أثر فيه كتير. طلعنا عن كتير تفجيرات وصرفنا كتير قصايف وشفنا كتير حالة. وفي مبدأ ثابت معتمدينه بالإسعاف العالم كله. لما بصير عنده كارثة مثل تفجير صار عنده تعدد إصابات. أنا شلون بدي أعرف مين ده شيء قبل مين؟ هذا الشيء اسمه الترياج. الترياج هو ترميز الحالات مشان أعرف أنا أين حالي بدي أشيل قبل. إني أحمر كترتيب أحمر أصفر أخضر أسود. أول حالة بشيلها هي الحمراء. الحمراء مثل فائق مثل بني آدم صاير معه نزيف وهي محددة للحياة. وآخر حالة بشيلها هي حالة السودي مثل توقف القلب والتنفس. طيب توقف القلب والتنفس هذا الذنب بآخر لحظاته شلون بتركوه؟ توقف القلب والتنفس هي حالة بدها مسعف يضل معه بجوز ساعة وممكن ينقذها الروح ممكن ما ينقذها. أنا خسرت مسعف مشان أنقذ روحه ممكن ما تنقذ. بينما كان فينه يشتغل 15 أو 20 حالة مثل حالات النزيف تأكل دقيقة أو دقيقتين. صح أنا خسرت روح بس أنقذت كتير أرواح. صرت أفكر إن حتى هاي الروح ليش لنخسرها؟ فطلعت بروبوت هو روبوت إنعاش القلب الرئوي مثل شيء ما شايفينه ميكانيكيتين. ميكانيكية للتدليك اللي تحاكي عن القلب، ميكانيكية للتنفس، تنفس اصطناعي هو اللي تحاكي التنفس النظامي. فأنا وصلت لحال لا خسرت الروح ولا خسرت بعد الأرواح ولا خسرت مسعف يضل معه. طبعاً أنا هذا الشيء ما كنت وصلت له أبداً لولا أهلي اللي هني كانوا الشيء الأساسي اللي حطوني ووظفوا طاقتي الزايدة بشيء كتير مفيد انعكس عليا كتير بالأيام. طبعاً مدرستي اللي هي التربية الخصبة اللي طالعتني لولا هلا ما بعرف شيء بالروبوت. طيب البلد ما نحجي أبداً إنه أنا ما بلش بمجال الروبوت. في عنا كتير دورات روبوت موجودة في البلد وأشهرها هي الأردوينو والليجو وأنا فيني أمشي فيهم مظبوط والاختراعات العاملة كلها بالليجو. طيب أنا شو بيطلب مني الأمر لحتى بلش بمجال الاختراع؟ عندي أربع نقاط رئيسية. أول نقطة هي الصبر. أنا إذا ما عندي صبر بجوز الدورة بدي سجلها ما كاملة. ثاني شغل لازم يكون عندي علم الفيزياء والرياضيات. الروبوت هو ميكانيك وبرمجة. ثالث شغل لازم يكون عندي حب الاستكشاف، لأن أنا إذا ما استكشفت وعرفت شو المشاكل ما فيني أبدع ولا أحل إلها. رابع شغلي هو يكون عندي هدف قوة شخصية، لأن البني آدم بالهدف ما بيوصل لشيء قد ما كان الشيء بده يوصل له بسيط. فلذلك لا تترددوا، الشغلة كتير سهلة، كتير أكثر ما بتصوروا إنه سهلة. أنا برأيي إنه كلياتنا قادرين نبلش بهالمجال، كلياتنا قادرين نخطو هالخطوة. الأزمة هي لازم تقوينا وتحفزنا هيك شغلة، والعمر ما لازم يوقفنا. والشيء اللي نملكه حاليا وهو كنز لأن عقلنا وأفكارنا. والله يعطيكم العافية.